السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بك يا أخي الدارس في مادة مبادئ الإرشاد النفسي. معك مجدي نجم الدين، طالب دكتوراه علم نفس إرشادي جامعة الملك خالد بأبها. في خلال المادة هذه حنتعرف على مفاهيم عامة عن علم النفس، نتعرف على مبادئ الإرشاد النفسي، تعريف الإرشاد النفسي، نتعرف على العملية الإرشادية، أهمية هذا العلم، علم النفس الإرشادي، أهداف هذا العلم، أيضا في النهاية نتعرف على النظريات، ثم نأخذ بعض التطبيقات والحالات ودراسات الحالة. أشكركم وأتمنى لكم التوفيق خلال هذه المادة.